السلام عليكم ورحمة الله. معكم أمينة نزيه، أستاذة الرياضيات سيك الثاني من الدار البيضاء. بغيت نتقاسم معكم تجربة ديالي حول استهلاك المنتوجات ديال فوغيفر، لأنها نفعتني وبغيت الناس تهي تنفعهم. كان عندي مشكل ديال التهاب المفاصل وواحد درجة كبيرة، التهاب حاد في المفاصل لدرجة ما بقيش نهز يدي، ما نقدرش نهز يدي نهائيا، وما نقدرش نوقف على رجليا واحد مدة طويلة. تيضروني ركابي القدام، واحد الألم تتنقل من مفصل لمفصل، مفاصل تقريبا كلهم حيرني. طبعا جريت على راسي، خديت أدوية، وانتم عارفين التهاب مفاصل أغلبية ديال الأدوية غنية بالكورتيزون والكورتيكويد، خديتهم، ما عندي تشي خيار. خديت أدوية من المغرب وخارج المغرب، ومع كامل أسف ما هي إلا مهدئات. اللي ديال كانوا كيضروني حتى وليت ما بقى عندي خيار. أيضا وليت نستعمل، درت دو كور في يدي، حقنات لقيت عليهم راحة سيغ بلاس، ولكن النتيجة واحد النفخ في جسمي كامل. في يومين وثلاث أيام وليت غليظة منفوخة عامرة ملحة، وهذا زعجني. دازت واحد مدة رجع لي الألم من جديد، وصافي قررت باش ما نبقاش نزيد حتى شي نسبة ديال الكورتيزون والكورتيكويد، اللهم الألم، ولا نبدا نلعب بالصحة ديالي. الحمد لله على كل حال تحملت، ولكن راه ما بقيتش كنعس، كنشرب لي زونتي ديبريسور باش نعس، وكنعس فعلا، ولكن واحد الوقت كينوضني الالم، نوضي تصنطي الالم ديالي كامينه. ولا حول ولا قوه الا بالله. جات اختي من قنيطره في عطله مدرسيه، هضرت لينا على منتوجات لان مبهوره بهم، وافقوها، كانت عندها مشاكل صحيه سياتيك وامراض روماتيزم، ايضا التهاب مفاصل. لقات عليهم الراحه وعودت لينا شنو خدات، وما يعني داكشي اللي شفتو قدامي راه كان كافي. دارت جابت واحد المجموعه ديال المنتوجات سميتهم ديتوكس، تابعين لنفس الشركه الامريكيه، استعملتهم قدامنا، يعني كنا مراقبينها حتى لاخر نهار. تبارك الله، نقصت من الوزن، تحسنت الحاله ديالها، لا الصحيه ولا الجماليه، وهذا خلاني شجعني باش حتى انايا نجرب هاد المنتوجات. فعلا اول مجموعه خديتها كتسمى مجموعه بيانات بالفرنسيه وبالعربيه، مجموعه الراحه التامه. بديت تنستهلكهم، ما غاديش نبالغ، لا قلت لكم تقريبا في الاسبوع الاول بديت كنحس بواحد الفرج، كاين واحد الارتياح، كاين شي حاجات ما بقيتش كنعاني منها دوك الالام اللي كان عندي في الريوس ديال الكتاف، هذوك اليدين اللي وليت كنهزهم زاد، وليت الحمد لله كنحركهم بلا مشاكل. واحد الاحساس بالراحه، وعاد عرفت السر علاش سموها مجموعه الراحه. ملي وافقني هاد لي برودوي ناتورال زاد الشهيه ديالي، وزدت بغيت نستعمل ديتوكس، خاصه ان داك الوزن ديالي كبر، وليت كنوزن 83 كيلو وانا ماشي طويله، 83 كيلو. خديت ديتوكس بواحد الروح رياضيه وفرحانه، وتبعت داكشي اللي جا في الجدول، حيت كيعطوا ان بروغرام، برنامج تبعته بالحذافير ديالو، وانا فرحانه والحمد لله. هاد الفرح توج فعلا بواحد النجاح كبير، لان من 83 ولات عندي 72 كيلو، ورجعت عدي الخفه، رجع داك الزيت الرشيق اللي كان عندي الحمد لله اللي افتقدته، ورجعت كنشوف وجهي في المرايا، لان كنت واحد
شهور ما تنحملش نشوف وجهي في المرايا، تالمو ما عجبنيش هذيك الحاله اللي وصلنا فيه. الحمد لله الحمد لله، هذاك ديتوكس فريمون جو لادمير، وننصح به اي شخص، ماشي كو ضروري يكون مريض، لانه الاساس ديالو هو تنظيف الجسم من السموم، وحنا كننظفوا الاجسام ديالنا من برا ومن الداخل ما كايناش عندنا فكره. لهذا كنصحكم اخواتي باش تستعملوه، واخا مره في العام، واستعملوه غير مره في حياتكم، غتلقاو عليه الخير. غادي تحيد شحال من حاجه كنتي كتشتكي منها، القبض، الم المفاصل، الشقيقه، هذا ارق. يعني الحمد لله انا كنت درتو، الهدف ديالي هو نقص من الوزن وننظف الجسم من السموم، واذا به كنزيد نكمل داكشي اللي بدا به بيانات، زدت كملته بالديتوكس. انا جد مسروره بهذه المجموعه، وليت كنستهلك بهذه المنتوجات ديال فوريفر الاخرى بواحد الشغف، وليت كنعطيهم لوليداتي ومعزه عليا من حبايبي وصديقات ديالي، والحمد لله كنسمعوا منهم دعاوى الخير. وهذا الشيء علاش انا بغيت نتقاسم معكم هاد التجربه هذه، وكنقول للعالم لاي واحد سمعني صدقوني منتوجات رائعه، عندها واحد النتائج اروع، كلها طبيعيه، ما عندكمناش تخافوا. ديروها، ما نقول جربوها، وديروها، ما غتجيب لكم الا الخير. كنتمنى الشفاء لكل مريض، وكنتمنى اي واحد صحيح يحافظ على صحته ويستهلك المنتوجات، راها اكثر من رائعة. شكرا.